عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في اول حلقة من عايشين معانا من خلال قناة جمالك معانا احلى. انا سوزان مكاوي بريدر مصرية صاحبة سوزانة كاتري. انا محبة للحيوانات جدا، كل انواع الحيوانات بصراحة بحبهم كلهم. عندي قطتي وعندي الكلب بتاعي. ان شاء الله وباذن الله هكون في سلسله حلقات عايشين معانا، هنقدم لكم فيها كل حاجه انتوا بتسالوا عليها وكل شيء مفيد ليكم للمربيين الجدد اللي لسه بيربوا قطط او بيربوا كلاب ومحتاجين نصايح ومحتاجين ان احنا نوجههم ونعرفهم كل حاجه، واحنا متواصلين معاكم ان شاء الله. باذن الله النهارده انا هتكلم عن بعض حاجات ان شاء الله ويا رب الكل يستفيد. احنا النهارده عندي ستور من حب للحيوانات. انا حبيت ان انا اعمل ستور مش بهدف الربح طبعا، انما ده حب للحيوانات، ان انا اقدم للمربيين الحاجه بتاعه حيواناتهم. وعندي فروع تانية والحمد لله انا بوفر احسن المنتجات واجودها، الرملة والأكل والإكسسوريز وكل ما يتعلق بالحيوان أنا بوفره الحمد لله. وإن شاء الله يعني نكون نقدر إن احنا نقدم حاجات كويسة ليكم. وكمان أنا عايزة أقول إن من خلال قناة جمالك معانا أحلى هيكون في كودات إن شاء الله، وهيكون في جوائز بموجب الكود دون ان شاء الله. دخولكم على القناة هيتيح ليكم ان انتوا هتحصلوا على جوائز قيمة جدا من الستور. طيب انا عايزة برضو اتكلم في حاجة النهاردة. احنا بنعاني اليومين دول يا جماعة من مشكلة كبيرة جدا، وهي ان بعض المربيين بيرموا القطط بتاعتهم وبيرموا الكلاب في الشارع بعد ما جابوهم، والحيوانات دي اسعدتهم ودخلت السعاده لقلوبهم ولاطفالهم. النهارده الحيوانات دي بقت بتترمي في الشارع بعد ما اخدوا على البيت، وبعد ما اصبح المربي هو كل حاجه ليه. النهارده هو بيفقد حياته، وده بسبب ان المربي عنده هلع وعنده خوف من موضوع فيروس كورونا. منظمة الصحة العالمية أكدت إن مفيش علاقة أبداً بين الحيوانات وبين فيروس كورونا. وبعدين يعني ده مش كلامي، يعني ده كلام منظمة الصحة العالمية. والنهاردة في مبادرات كتيرة أوي ظهرت، الفنانين كلهم طلعوا مع حيواناتهم وقالوا لنا إن مفيش أي علاقة برضو بين الحيوان وبين الفيروس، ومفيش داعي للخوف يا جماعة أبداً. والنهارده كمان كل البريدر المصري عندنا هنا برضو عملنا مبادره ان احنا نقول يا جماعه مفيش خوف من ان الحيوان ينقل فيروس كورونا. طيب يعني ارجوكم والله، يعني احنا كل يوم بنشوف مقاسي، احنا كل يوم انا كل يوم بيورد عليا مقاسي، يعني قطط جميله وكلاب جميله جدا اترمت في الشارع. اول ما بينزل الشارع بيبقى ثابت مش عارف يروح فين، هنا ولا هنا ولا هنا، هو مش عارف، هو مشتت يعني مش عارف يعمل ايه. ويعني طب ليه يا جماعة؟ احنا عايزين نطمنكم ونقول لكم ان الامور ان شاء الله مفيش اي خوف، وان بإذن الله الامور ربنا ان شاء الله يهدي الامور كلها والدنيا تبقى كويسة. وحاولوا قدر الامكان ان انتوا تتفهموا الموضوع ده، وإن إحنا ما نرميش قططنا وما نرميش كلابنا في الشارع. إن شاء الله بإذن الله هيكون في سلسلة لقاءات، وفي دكاترة كمان بإذن الله هتبقى موجودة هترد على كل أسئلتكم، والمربي بإذن الله هيستفيد إن شاء الله، ونقدر إن احنا نساعده على تربية حيوانه الأليف من خلال المعلومة الصح ومن خلال الأكل الصح
الدراي الصح، الأدوية اللي بنقول لكم عليها اللي بتبقى بيحتاجها الحيوان، هيكون من خلال معانا إن شاء الله دكاترة، وهيبقى في سلسلة لقاءات انتظرونا إن شاء الله مع عايشين معانا وقناة جمالك معانا أحلى.